بين 12 13 11 كاين اللي كيبيع ب 10. هي المشكل حساب لا كاليتي ماشي على حساب شي حاجه اللي هي تكون خصها تكون غير الجوده. الدوازين انا قلت لك نحكي على بيتي انا نتكلم على داري انا كنشريو الدجاجه كنقسمو على 15 يوم كل نهار كنديرو فيها بداك الغلاء وزيد عليه حتى العدس وزيد الرز وزيد التمن وزيد الخبز وزيد كل شيء. ما كاينش شي حاجه اللي ما غالياش. الملابس كنشريهم من جوطيه. كاينين دي بيريود اللي تيقول لك العيد هادي شي مناسبه داك الشيء علاش كيطلع الدجاج، مي دابا بالضبط ما عرفتش علاش الثمن طالع. ها هو طالع هو سميتو وماشي غير الدجاج، حاجات اخرين. كلشي كل نهار كل ما مطيشيه دابا وصل 160 ريال، البطاطا ب 100 ريال. ما نقدرش نعطيك اكزاكتومون على شنو اللي خلاه يغلى، يمكن كيكون قليل، يمكن كيكونوا العوامل اللي كترتبط به ما كتكونش مزيانه، كيكون غاليه كتقام عليهم بحال هكا الشيء. اما من ناحيه الثمن ما كيطلع، هو ديما الفاري، ما كاينش ان بريفيكس 10 لو كيلو ولا 12 فهمتي، كيكون ديما ما بين 12 13 بالخطر كيطلع حتى الكنز. هذوك اللي كيديو الفلوس اللي عندهم المفاتيح ديال الفلوس، احنا ما عندناش. هذوك الناس اللي عندهم البنوك ومسيرين الشركات ومسيرين امور، هذوك هما اللي فين مشاو الفلوس. اما انا فين غايجيوني فلوس؟ فين غادي نعرف فين مشى علاش غلا؟ الغلا السبب هو القضيه مسيرين. ملي تجي الانتخابات كيحذروك باش تنتخب، منين كينتخبوا حتى ونقول لك واحد الحاجه هنايا بدون انا ما نخاف حتى شي واحد. حتى الدواء ديال السكر ما كناخذوش، انا مريض بالسكر انا. لا هذا هو المشكل، ما عرفناش علاش. واش العلف غالي ولا مات ولا ما عرفناش شنو وقع. الانفلت واخا مات ولا بقى حي ما خصوش يتزاد، ما خصوش واخا ينقص ولا يزيد يبقى في الثمن ديالو. علاش الاثمنه تبقى تطلع وتهود؟ الثمن يبقى دائما الثمن اللي كيعرف المواطن يلقى في متناول الجميع. هذا الشيء اللي بغينا. والله ما بقيناش عرفنا شنو نقول لك الاسباب اشنو هي، ما بقيناش عرفنا شنو، ما بقينا عرفنا ما عرفش. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.